هذا هو حصاد حرب لم تتوقف. يندحر الحوثيون من الجبهات، لكنهم يخلفون وراءهم حقولا من الألغام متعددة الأنواع والأهداف، يلتقي معظمها حول غرض واحد، إنه القتل. في محافظة صعدة انتهت الفرق الهندسية التابعة للواء الخامس حرس حدود من انتزاع قرابة 3000 لغم وعبوة ناسفة في عدد من مناطق مندبة التابعة لمديرية باق في شمال المحافظة. كانت الميليشيا قد زرعتها قبل أن تندحر في معارك التحرير التي خاضها الجيش الوطني في هذه المنطقة. في مساحة تقدر بعشرة كيلو مترا مربعا وضعت الميليشيا هذه الكمية الكبيرة من الألغام، أعد معظمها في هذه المحافظة التي مثلت منذ نحو عقدين ولا تزال المعقل الرئيس لميليشيا الحوثي، وبها واجهت هذه الميليشيا الجيش في حروب بدأت في 2004 ولم تتوقف حتى اليوم. أشكال عديدة ومتنوعة من الألغام التي تم تجهيزها لأغراض التفجير عن بعد باستخدام التقنيات المتاحة واستهداف الأفراد والمعدات الحربية للجيش الوطني. هذه هي الكمية المتبقية من 300 لغم وعبوة ناسفة تم تجميعها في هذا المكان وأتلف منها 100 لغم. رئيس الفريق الهندسي الملازم الأول سلطان شمسان اشتغل على رأس فريقه في نزع هذه الألغام التي عثر الفريق الهندسي من بينها على قرابة 500 عبوة ناسفة محلية الصنع تزن كل عبوة منها 80 كيلو جرام، فيما توزعت البقية ما بين ألغام فردية وألغام عربات ودواسات. تلاحظون هنا عبوات ناسفة، وهذا هنا شكل خزان حق بترول ثقيل، هذا من قبل الحوثي، وهذا هنا برضو عبوات ناسفة. اكتسب الجيش خبرة معتبرة مع هذا النوع من الألغام البدائية والمموهة، وبات قادرا على التعامل معها وتخفيف آثارها التدميرية الخطيرة على حياة الأفراد والحيازات العسكرية، والتي شكلت جزءا من المعركة المعقدة والمكلفة في الحرب التي تشنها الميليشيا على اليمنيين.